أن الاتفاقية العلمية التي وقعناها اليوم مع منظمة IEEE فرع العراق هي من الاتفاقيات التي يراد منها النهوض واقع العلم وتصين العلم ونشر البحوث الرصينة جدا التي تقيم من قبل أساتذة أكفاء عالميا وأيضا على مستوى المحلي العراقي. هذه الاتفاقية مثل نقلة نوعية في تلاقح الأفكار والآراء في مجال البحوث وتواصل مع العالم المتقدم في ما يعطي من منهجية ومعايير عالمية يستفيد منها العراق والباحثين العراقيين. والعراق معروف في علماء وباحثيه ومتميزة فيه البحوث والابتكارات العلمية والبيتنت وبراءات الاختراع. فهذه فرصة كبيرة أن يصير إثراء للباحث العراقي في نشر البحوث من خلال التعاون مع هذه المنظمة العالمية اللي هي تعتبر من أكبر المنظمات في البعد الهندسي. وعليه احنا اليوم سعداء أن نلتقي مع الدكاترة ومع المسؤول المنظمة ووقع هذه الاتفاقية حتى يكون جزء من الماراثون العالمي في البحث والتطوير، ونكون أيضا قولا وفعلا في أن جامعة العراق هي جامعة تنطلق بالتعليم والبحث العلمي كما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.